شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال ربط البحث العلمي بتطوير الصناعة وتقييم منظومة التكنولوجيا في المجالات الصناعية ودعم الابتكارات الصناعية. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قبيل إن الاتفاق يهدف لتوثيق مجالات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يسهم في تحديث وتطوير وتدعيم الصناعة ورفع قدراتها التنافسية. وتنص مذكرة التفاهم على تعظيم التعاون المشترك بين الوزارتين لتحديد متطلبات الاستعداد كافة للثورة الصناعية الرابعة من تشريعات وكوادر بشرية وتطبيقات تكنولوجية وكل ما هو مطلوب لمواكبة هذه الثورة. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص وزارته على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المعنية بالمعاونة في وضع السياسات العلمية والتكنولوجية.